مرحبا، معكم نتالي العزة من مركز الخوارزمي. اليوم رح احكي لكم عن جامعة حكومية فيكم تقدموا عليها بدون يوس ولا سات، وهي فيها تطبيقات الطب والهندسة وغيرها من التطبيقات، واللي هي جامعة أبانت عزت. أعلنت جامعة أبانت عزت عن تفاصيل القبول على هاي الجامعة والمفاضلة على هاي الجامعة. بلش التسجيل على جامعة أبانت يوم 16/6/2020 وبينتهي يوم 3/7/2020، والطلاب اللي انقبلوا بهاي الجامعة لازم يثبتوا قبولهم من ما بين تاريخ 13/7/2020 لتاريخ 24/7/2020. فإذا حابب تقدم على جامعة أبانت فيك تقدم عن طريق المفاضلة، وإذا حابين تقدموا طب لازم يكون طب بشري، لازم يكون معدلكم أكتر من 90 وفوق، وإذا حابين طب أسنان لازم يكون معدلكم أكتر من 80 وفوق، وأي تخصص تاني باتشلرز بكالوريا لازم يكون معدلكم أكتر من 70 فوق، وأي ما حابين تقدموا عليه لازم يكون معدلكم بالتوجيه أو grade 12 أكتر من 50 وفوق. فيك تقدم على 3 مفضلات لهذه الجامعة، يعني فيك تقدم على 3 تخصصات، وعلى حسب شو بيقبلوك الجامعة فيك تدخل. وإذا حابب تقدم على المفاضلة لازم تدفع حوالي 300 ليرة اللي هو 50 دولار تقريبا. هذا المبلغ لازم يروح للحساب الجامعة، ولازم يكون مكتوب فيه اسمك وكنيتك كاملة، وهذا الوصل لازم ينرفع على ملفك بالجامعة. والأوراق المطلوبة للتسجيل بهاي الجامعة، أول شيء جواز سفرك الكيمليك أو الإقامة التركية، وكمان شهادة الثانوية مترجمة للتركي، وشهادة التخرج من الثانوية اللي هي شهادة السيرتيفيكيت مترجمة للتركي إذا موجود. هلأ خليني أشرح لكم شوي عن التخصصات اللي بتقدمها هاي الجامعة وأقساطها. عندها طب بشري وطب أسنان. الطب البشري بيكلف 20,000 ليرة تركي، وطب الأسنان بيكلف حوالي 18,000 ليرة تركي، وتخصصات الهندسة والعلوم الصحية بيكلف حوالي 4,000 ليرة تركي. وهلأ رح أحكي لكم عن التخصصات اللي بالجامعة اللي ب 2500 ليرة تركي. تدريس لغة إنجليزية، تدريس لغة تركية، تدريس معلم يعني إنك تصير معلم، إرشاد نفسي، تدريس وبيولوجيا باللغة الإنجليزية، تدريس فيزياء باللغة الإنجليزية، وتدريس كيمياء باللغة الإنجليزية، وتدريس رياضيات باللغة الإنجليزية، وغيرهم علم نفس، علم اجتماع، تاريخ، وأدب لغة تركية. هدول بخصوص الكلية الأدبية. أما بخصوص الكلية الاقتصادية، اقتصاد، إدارة أعمال، علاقات دولية، إنشاءات ومالية، وكمان كلية الاتصالات اللي فيها سينما وإخراج وإعلام. كمان عندهم تخصص رياضة بدنية، إدارة رياضة، إدارة سياحية، طبخ ورسم، وكمان في مترجم لغة إنجليزية، لوجيستيكس وتسويق. فإذا حابين تستفسر أكثر عن هاي الجامعة وكيفية التسجيل فيكم تتواصلوا معنا، رح أترك لكم كل إشي بالدسكريبشن تحت، وبتمنى لكم يوم سعيد وحظ موفق للجميع. مع السلامة.